بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم إخوان، كي دايرين بخير؟ نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. كما عودناكم أننا كل مرة كنزوروا مولو، واليوم إن شاء الله حنا مع الأخ نعيم. السلام عليكم. سيدي خويا نعيم بخير؟ صحيحة الحمد لله. سيدي خويا نعيم، ندورو نشوفو الطويراش. قلت لي الطويراش أخويا نعيم من هنايا ابتداء من ناس شارين؟ عندي الخلويين، عندي جدورة غربي الشهر 6 شهور شهر 10 سعود 10 فيهم اللي واخد خديتهم عند كيف ارسل شهر سعود ديال شهر سعود وفيهم ديال شهر 10 شهر 10 يعني هنايا كاين اللي عندها 6 شهور كاين اللي عندها 5 شهور 5 شهور هنا اثمنه من الناس كيف داو شارين اخويا نعيم؟ غنقول لك كل واحد مثلا بالنسبه للخلاوه نبداو بهادو غيكونوا الخلاوه دابا انا ما غنديرش معاك الثمن دابا حتى تنطريطيهم الشيم كي دايرين خصهم تريطاو بعدا وكنعطيهم الدواء راه غنوريك مازال عندي الادويه تما في الشومبر الاخرى باش تعرف فهمتيني هادو كلهم ولاد عندهم 6 شهور 6 شهور شهور هنا 6 شهور هنا اجمينا شحال نعم؟ اجمينا انا دابا ما ديرش الثمن اخويا يوسف لان باقي تنطريطيهم عندنا باقي نخدم معاهم مازال اها دابا هادو واش كياكلوا الزوان كلشي مزونين ما عندي كاين اللي كيضرب كاع كاين اللي خدام كي تعيقات يعني كي واش هادو باغي تشبيعهم ولا انا دابا تنطريطيهم اخويا باش ندير معاك حلقه ونجيبهم لك داون نستعد مرحبا يعني هادو هما اللي البيع دابا هذا هو هما اللي البيع هما هادو هادو اللي البيع هنا نبداو من الرخيص من ديال الدراوش وانتم طالعين هنا الرخيص هنا عندي الجدر هذا هو هنا الجدر الجدر هذا عنده 8 شهور تبارك الله اللهم بارك انا 8 غادي يوقف على الفلاش راه عنده واحد ما عاد الفلاش دار فلاش فين دار فلاش في التليفون ملي كيتخلع هادشي هو اللي خلاه ولا هذا خويا نعيم شحال قلنا عنده هذا عنده دابا 8 شهور هذا 8 شهور هذا الثمن ديالو شحال كيبقى هذا غيبقى ب 500 درهم هذا 500 ولكن غتشوف كيفاش السلهم ديالو ديالو لا فهمت لي كسوا زوينه تبارك الله انا راه فاش كيديروا شوف داك تبارك الله راه شي اللهم بارك وين هاي وقف القصبه وقف القصبه ها يوقف ها يوقف ها يوقف ها يوقف القصبه ها ندور نشوفوا بالنسبه لهذا هذا 600 درهم هذا 600 هذا واش جدوره كاملين جدوره جدوره جدور بالنسبه لهذا هذا خويا هذا كيبقى ب 900 900 تعمل هذا قرع هذا خويا هذا قرع عنده عام هذا قرع عنده عام ديال العام دابا ودار الكلام شنو من كلام كلام هذا كلام وداني وداني هنايا هذاك الجدر 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 عام عام الثمن ديالو شحال هذاك 500 الثمن ديالو 500 بالنسبه لهذا هذا قرع عامين هذا عندي هذا عامين هذا راه كيخاف ما والو تبارك الله وداني راه شوف غتلقى الباكا ديالو هذا الباك ديالو يعني هذا مباقي مباقي هذا لا خلاص سنين دابا هذا عنده لا ميدان الباك قلنا شمن باك؟ باقي باقي كما خرج من البدالة راح دابا ها الثمن ديالو هذا قلنا ود العش ود العش هذا الثمن ديالو شحال؟ هذاك 800 800 هنايا هذا قرع الثمن ديالو شحال؟ هذا 600 600 هذا هذا 1000 درهم هذا 8 شهور 8 شهور وداني بالنسبه لهذا هذاك عامين خو قد هذا عامين قد هذاك هذا وداني وهذاك مالاك هذا الثمن ديالو شحال؟ هذاك 800 800 بالنسبه لهذا هذا 400 هذا جبر 400 هذا هذا 500 جدر جدر 8 شهور 8 شهور مسؤول هذا هذاك 800 قرع هذا اصله قرع قرع شوف شوف السلهام ديالو كيدير وشوف الوقفه عنده كيدير شوف شوف كيدير هذا راه قلت لك هذاك الثمن ديالو يعني دوينا على هادو تقريبا كاملين راه قلنا تقريبا من 500 اللي كاين هذا وهذا على ما اظن ياك 500 500 اما الاخرين كاين هنا 600 كاين 700 كاين 800 وكاين 1000 درهم وكاين 1000 درهم هو هذا 1000 درهم هذا 1000 درهم هذا علاش اخويا نعيم 1000 درهم خويا هذاك شنقول لك كيتصنت ليه المولى ونعطيه فيديو ديال عاد يعرف يعني هنا دابا راه قلنا غير الاثمنه يعني اللي بغى شي حاجه راه يجي اخويا نعيم قلتي تيتصنت وهذا الجدر هذا راه داوي هذا راه داوي واو
يعني راه قلنا اللي بغى شي حاجه راه يجي تيريح معاك و تيتسنط. اللهم بارك. واه واجد كيدور بقى الزيبات تبارك الله. وبالنسبه للشي الاخوان اللي غيسولوا على الخلاوه واش تبيع ولا ما تبيعش الخلاوه؟ الخلاوه نقول واحد 20 يوم كاك ورمضان نوجدهم باش نديرهم ان شاء الله فيديو ديالهم ونشوفوا دابا هما شافوهم كيفاش دايرين ان شاء الله مرحبا. ومن بعد غادي يشوفوا كي غيكونوا ان شاء الله كلهم غيكونوا داويين واجدين ان شاء الله. بالنسبه لهنا خويا قلنا هاد الميسو كنا درنا له واحد الفيديو غنلوحوه في الاخر ديالو يعني راه فيه كاع الكلام اخوان يعني تيتسنط. هذا اخويا نايم هذا قريع هذا قريع الثمن ديالو شحال؟ هذا 700 الثمن ديالو داوي. بالنسبه قلنا الميسو انه راه خلينا واحد الفيديو ديالو يعني راه الفيديو راه ما تصنطش لهنا كاع راه خلينا فيديو ومشينا يعني الاخوان غيتصنطوا واللي عجبو راه 800 هو الاخر ديالو. هذا 800 راه شحال قلنا عنده 8 شهور 8 شهور 8 شهور وباقي خازن باقي خازن. بالنسبة للنمرة خويا نايم 0681 0681 89 89 38 23 23 اللي بغا شي حاجة عرفونا راه ماشي الله راه الأخ نايم راه معروف السوق كيجيو الدراري ديال راكم كيجيو الدراري من جديدة وبعد مشيت معاهم ماشي الحمد لله ما كاين حتى مشكل يعني الأخ نايم راه معروف السوق واللي بغا شي حاجة. بالنسبة للنمرة خويا نايم 0681 89 38 23 اللي بغا شي حاجة النمرة والله ما يسير الجامع. بالنسبة لك قلتي المقر هو المدينة واش تقدر تصيفط ولا ما تصيفطش؟ تصيفط لعجبو شي واحد شي حاجة وبغالي ندير ليه فيديو ديالو ويتصنط ليه وندير ليه فيديو هو مصنط شي واحد راه هو كيضرب التجربة ديالو الشيء راه موجود الشيء راه هو راه هو تبارك الله الشيء شوف تبارك الله كاين واجدين 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 ندير لهم شي تبتبيتة دابا راه غيدو كلشي ينوض كلشي غادي ينوض كلشي غادي ينوض والحمد لله راه بغينا الثمن مزيان ماشي نبدا نقولوا البنادم ماشي ثمن غير هذا اللي باب درب لان هذا راه تصنط لي وغادي اللي بغاه راه نعطيه فيديو ديالو راه تبارك الله راه كنقول لك طير يعني الكلام قلت لك طير طير تندير لي نصيفط لي فيديو ديالو عاد يقول لي شنو كاين اللي بغا يشوفو عرف الفيديو ديالو نصيفطو ليه اقرب وقت صوت وصوره صوت وصوره. بالنسبه للطويره اش قلنا هما هادو راه قلت يا خويا نعيم انه راه كيدورو موجودين واجدين 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 وراهم بصحه جيده راه شتي كلشي على عينك بصحه جيده نقا ما كاينش داكشي الله يحفظك خويا نعيم والله ما يسجل كلشي على حسابي اذا قال شي حاجه انا معاه اي نعطيه طويرتي تصنط تيدير عادي يخلص كاع ما عنديش مشكل يعني تقدر انك تعطي لبنادم الطير شي تصنط تصنط ما عنديش مشكل يعني تيكون المعرفه ديالنا وكنعرفوه ويكون ود الناس هو ماشي راه تيجي واحد حتى لواحد وقال لي راه مات لي ماشي مشكل اخا الله يخليك عطيتو لي كيديه يعني راه كما كتسمعوا يعني راه قدر الله يحفظك خويا نعيم و عطيتو اخا بغيت تخلصني شي تجي تصنط له عطيه وكان عاد التليفون عاد يقول لي اخا الله يتوفى لي بقى عنده يومين حتى يومين يموت سبحان الله العظيم بنادم ما مداش وراه كما قلنا يعني كيبقاو طويره شي هذا الله ما يسر خويا نعيم حافظك الله بارك مرحبا هذا اللي بغات 800 درهم هذا شحال عندو 8 شهور قلنا 8 شهور ودابا قلنا 8 شهور قلنا راه فيه مرة قوي دارين راه واقف كلشي وراه باقي باقا باقا غير 8 شهور قلتي يعني باقا غير 8 شهور هذا الثمن ديالو هو 800 باقي مخزن باقي خزن كاس ديال عامر فيه الكلام بالنسبه راه قلنا كاين هو كاين طوارات اخرين
هذا راه قلنا 8 شهور، قلنا عنده 8 شهور، الثمن ديالو هو 800. بالنسبة راه عاونا نسجلو الكلام ديالو كامل، يعني بكل شيء ليه.